سددوا فواتيركم الماء والكهرباء والإنترنت عن طريق بانكيلي. اللاعب إسماعيل جاكيتي مهاجم المنتخب الوطني المرابطون لكرة القدم. السلام عليكم مشاهدين تواتر في برنامج مجرد سؤال. شن هي وسيلة التواصل اللي تستخدم دائما؟ نستخدم إنستغرام وواتساب. صفحة تتابعها دائما على الفيسبوك؟ جزوي بابو كولي باش بس كان دائما لا سير تنصير مون تليفون ما جريكات با سوفان لي باج. شنو موقفك من تسريب الفوكالات والفيديوهات؟ نو هذا لا هو حسب لي بارطاجي لي فوكو دي جون با ورجاج نورمال ما ياتو يحترم رجاج لا لي يتكلم مع رجاج يديفيزي سي با دي تو بون دو فوا اوسي سي انا ما نفهم الناس اللي عدلوا شي جبروا فيها ورجاش تمرك جابر شي بشي لا خلي عنا. المرابطون في الكان للمرة الثانية، ماذا يمثل لك هذا الحدث؟ هذا يمثل ياسر هذه ديزيم فوا كونسيكوتيف ودين بار ونا راتي دو ماتش ا دوميسيل على الاكستيريور لو ماتش دو سنتر افريك سيتي با ماتش فاسيل ومع الرطوبة سيتي با ماتش فاسيل. هل برأيكم التأهل الثاني كان أصعب من المرة الأولى؟ الثاني كان أصعب. بريمير فوا سيتي إناتاندي مي كان عندنا نوت كارت فيدينا مي ديزيم فوا سيتي دور. حسيت خلال الدقائق الأولى من المباراة أن بطاقة التأهل مستحيلة؟ نو نحن أونيتي ديتيرميني الماتش كان عندنا باسكو كنا متين من الناس من الماتش لالي أونيتي من هو اللاعب اللي ما تصيب عنه تشكيلة المرابطون حاليا؟ في المنتخب أقصى ما نصيب عنهم كاملين ما نصيب عنهم. جاكي تي تقد توصف لنا شعور ببكر كاميرا لحظة تسجيله للهدف أمام إفريقيا الوسطى بما أنك عشت نفس القصة في التأهل الأول خاصة عنك أنت هو اللي مباصيله الهدف. شعوره ما يوصف هو شعوره سي الكاليفيكاسيون سي كيلشوز دو غران تجي بور لا بريمير فوا تي جو دو ماتش تي كاليفي تون بي سي كيلشوز دو نور. من هو أكثر لاعب انسجاما معاك؟ أو وارك ما تلي جي ليكيب ناشونال سي بالاي حسن مع الآخرين فور يسون لا بور مو شوي لا بور مي سي بالاي حسن. لو طلبنا منك توصف تجربتك في الدوري القطري في جملة شلاه تقول؟ الدوري القطري ياسر من الناس يشوفوا أنه الدوري سهل الدوري مش سهل ومع الرطوبة سيبا فاسيل دي تو اللي يشوفوا بالتلفزة الناس تجري يقولوا أح ده مو فوتبول. الدوري العالمي اللي تحلم عنك تلعب فيه؟ سي لا ليغا. شلاه تقول للجمهور اللي ينتظر منكم بطولة ما هي كيف اللي قدمتوها المرة الماضية؟ وي لا فوا باسي سيتي لا بريمير فوا با سيت فاسي اون فايسي اون فايسي ما كيف بريمير فوا ما كيف بريمير فوا تي ديكوفر ان تورنوا ما كيف با سا سي اون ا لابيتود مينا اون فايسي دي ديباسي لو بول دابور لو بريمير سي لي بول ابري اون فاس كونسانتري سير لي زوت اوبجيكتيف إن شاء الله. بالنسبة لك المنتخب الوطني خاص عن يعود ينافس المنتخبات الكبيرة في إفريقيا؟ المنتخب الوطني خاص شي ياسر خاص شي ياسر نحن لورسك ونسي كاليفي بور لا بريمير فوا الفوتبول شاكانو لا حق الفوتبول مازال سورتو كونسيرنا لي كلوب بايا بوكو جوار فتارف الناس ما يخلصوهم عشاك فوا راهو ماشي نور في السخانة ماشي نور بالحمان كي تتانتريني 12 ورجاج ما يخلصك عليها با سي دور با فوتبول نورمالمون حدش تقال لك با طيبة حق مي لي سوسيتي اوسي ما يزارانج با ما معطين يا با سبونسور دين بار جو كومبران لي بريزيدون جي لي كومبران سي تا با سبونسور ما تقدر تعطي ايوا لا يحاولوا تو كانوا يجيبوا لي سبونسور كانوا يعدلوا شي ل... ما يا بوكو تالان نقولوا ما في تالان يا بوكو تالان موريتاني وجايين مالي جوارات متن من يو كانوا الاولين متوقع يا دي جين ان ايكيب ناشونال
عندهم لافينير ما لازم بوكو سوتين، وفوتبول لازم تعطي حقه. برأيك من هو أفضل لاعب في المنتخب الوطني؟ أفضل هو ياسري. مش بيبا سواجير، مي كل واحد عدلش، كل واحد عدلش في بلاست بيا سيرتين مامان تسمع هذا، يا سيرتين مامان تسمع هذا، مي دان لانسامبل وني لا تسمع بسام، تسمع مي توجور وني لا بيا دي كريتيك وسي ما عندنا لونش باش الناس ما يبقوا كتود في ليكيب ناشونال فين شي من الناس ما جي كومبران ما يبقوا يشوفوا لا وجه جديد ما ليكيب ناشونال سي با كوم سا ليكيب ناشونال لي تم لا تغير لي ريزيتون فون با فينير افون دو سي كاليفيي باش عندنا ني جبر نيفور. كلمة توجهها للجمهور الموريتاني؟ جمهورنا يكون صبور معنا شوي. ما بريمير فوا تي تكاليفي دورت مرق من بول سي با فاسيل بيشي من الناس اي مرقو مي بون ونحنا ما نعرفو ما قطينا جبا نزلنا نتورنا على الاكستيريور سيتي لا بريمير فوا ما ديزيم فوا وي اي بيف اتر اكزيجون داك جي بو كومبروند مي بريمير فوا ا بريمير فوا ما ايزيتي با اكزيجون سيرتو لو دي ديرني ما ايزيتي با اكزيجون افيك نو ما وارك اون فا سيري لي بوت ان شاء الله. لكن تقد تنصح نفسك في سن العاشرة بما تنصحها؟ لا للزرر كجي كومي ما تدو نرجع فيه جي كومي بوكو درر ما الحمد لله. لو لم تكن لاعبا ما هي المهنة التي كنت تحلم بها؟ أقصى ما نعرف شو سيمين با أنا ما عندي شو أخر قد نعدل بار فوتبول ما عندي شو أخر قد نعدل. شنو أصعب شي تواجهه في عملك؟ لا الفوتبول سوفان يا بوكو كريتيك مي on fait avec mais vu chez menace ils sont pas positifs vu chez menace là ouraque mais d'une part je comprends d'une part aussi c'est ما قد كل جوير يحمله انا الحمد لله نتحمل كل شيء بس سوفا ما نجاوب قا سوفا فيديو ياسر من شيء ما نجاوب. شنو امتيازات هذه المهنه والله زاد جانبها الايجابي؟ فوتبول لا هي ماشي نبقونا احنا نخلص عليها احسن ماتشي في العالم هي فوتبول دي بوزوتيل ما عندك اي مشكله. متى تغضب وما هو اكثر شيء يغضبك؟ اكثر شيء يفقعني انا سي با فاسيل نفقع سي با فاسيل. من هو اكثر شخص الهمك في حياتك؟ لا بيرسون سي زيزو زيدان ما نعدل نفس لعبه ما جيلين بوكو. اكبر حلم تود تحقيقه؟ لا نتفادي الاصابات سي c'est quelque chose d'important فهاد الاصابات كامل عند مولانا ان شاء الله شي. موقف طريف من ذكريات المباريات؟ ما لعبت مي زانسيان لاف كونكورد شامبيونا لعبوا ماتش كونتر شتيان طلحايه جو بونس با يا في كلك شوز دو با سي سيتي ديفونس تلعب مع ديفونس با سي كلك شوز دو با الماركاج ما يجوك 100% كل واحد يجي يوقف قدامك. من هو اول حد هدى لك قميص ولا بالون؟ مايو سي خنيسي بندان كوب دافريك لو بريمير جوور اللي كبرت مايو سيتي لي تينيزيان خنيسي. متذكر اول هدف دخلته في مباراه رسميه؟ هون في موريتانيا نو جي مغابيل با. شنو هي الشخصيه اللي من الجيل الرياضي تستحق تمثال في واحد من شوارع العاصمه؟ ما في ياسم دي زانسيان جوور الناس ما تلهاو بيهم موريتانيا حد خدوا فوتبول خليت فوتبول ياسر من جواراتهم خلاو فوتبول يالتم يتلهاو بيهم ما تلهاو بيهم لي ستاتشي ستاتشي انا عندي انا تو لي جوار كي اون ريبريزونتي ليكيب ناشونال يالتم يعود عندهم كلمتهم ما موريتانيا صعيب تخلي فوتبول خليته. ما هو اغرب او اطرف خبر قريته على المواقع المحليه عن بالون؟ لا نتبع في شامبيونون غير ما لي كومونتير جي لي لي با بوكو ما ندخل فيهم حتى. كلاعب محترف اش تنصح به الشباب الطامحين للاحتراف؟ يبقوا يمشوا لا شغلة حد يشتغل حد يبقي يوصل لازم يشتغل حد ماشي من وزارة الخارجية وعد قندهار شنو هي الطريق اللي يلا يقبل ويحتاج كم لباس؟ بكل فو جي بونس سي 100 او 200 جو سي با جو با انا ما قطيت عدلت جو سي با انا عارف لا عند زوني انا هوك بصرا جايس لي زون لوهر ما نعرف. بالنسبة لك شنو هي العادة الثقافية اللي توحد جميع الموريتانيين؟
أبار فوتبول ما خالك شو آخر. عندي أنا أبار فوتبول ما خالك شو آخر قد. بالنسبة لك شنو أزين شي في مدينة نواكشوط؟ أزين شي في مدينة نواكشوط العصر كلاسيو ده العصر كلاسيو كلينيك. اللي تمشي عن موريتان شنو أكثر شي تتوحشوا فيها؟ توحشوا فيه لعاد موهي للدار توحشوا فيه لحس ضجة في اسم ضجة. ما هي آخر قراءاتك الروائية أو الأدبية؟ المدرسة خليتها مدالي بلون خسرتني غير حد بالي يلعبها لازم يقرأ قرأي لازم. ما هو النمط الموسيقي اللي يطربك؟ يتناولني سيدي فرنسي ليزيفاريان جيم بوكو. أكثر أغنية موريتانية تستمع إليها دائما؟ صنت لي أمزا براون لنوفو سون لا وزينة وسي باسكي بندان توت التراجي ناس لا دايرون ببا. لو أتيحت لك فرصة يوم وطني سيكون يوما وطنيا لماذا؟ يومين باسي تيدينا ما قطيت خممت بيه جورني ناشونال ما قطيت خممت بيه. وجبتك المفضلة في رمضان؟ في رمضان أنا قاعد دين بار ما نكلس لا شربة و لين نجبر شي في الليل ناكله جيب وجن ولا كل شيء كم سمي ما نوكل ياسر. عادة رمضانية تفتقدها؟ رمضان كصافي لونتا ما نصومه في نواكشوط ما ستاني نبقي نعدلو في نواكشوط فحش لالي تورنوا بيتيكا هدي مشي خرص تورنوا بيتيكا أنا قا ما تتنزلو قا توحش حد. عادة أو ظاهرة محلية في رمضان سلبية برأيك؟ ما عجي سيبا أنا ما نتبع ياسر يعني حد وخاو. ما هي آخر نكتة تسمعها؟ ما سمعتش. أكثر مكان زرته عالق في ذاكرتك؟ شبونس بالستين بالستين ني رجعوا لجوار مشينا ننزلوها من ني رجعوا لجوار بريمير فات خلق النقا بريمير فات خلق لي أنا والسلاح السلاح متبعك بندان طول التراجي يتي لسول ليا. مواهب أو هوايات لا يعرفها عنك الجمهور؟ بس بري يا بوكو كاليتي الجمهور يعرفوني لأنه كور تيران أبارسا فوتبول فوتبول لأن بلاصة فوتبول أبارسا شوية بيك مع فامي وتو مي زانفان شي طول طان بيك. أغرب سؤال قط انطرح عليك؟ إنستان دي تروفي جي بونس يا كيلكان كي فيني موفوار قال لي إسكو تي ميريت سي تروفي قلت له جي بونس واحد نطاو التروفي جي بونس كي ميريت جي سي با سي ان جورناليست ما نعرف قال لي اسكو تي ميريت سي تروفي قلت له جي لو ميريت با واحد ما حد نطالو شي جي بونس كي ميريت قال لي اوكي مشى. السؤال اللي كنت اختارنا نطرحوه عليك ولا طرحناه؟ طرحته اوفر. سؤال ما كنت تتوقعه طرحناه عليك. بونس كونسيرنا ما بريفيرونس لي جوير اللي بقينا نلعب معاه جو بونس اللي مرتاح معاه. وي هذه سي انصوني كي سي خرخمي دي هذه صافي لندا ما كبرت من 2003 سي لا بريمير فان كبرها وهذه هلكة العالم كوفيد هذه موقفة الناس في رورك ايوه هذه سي ليكيب ناشونال سي سليمان جالو و ناموري سليمان جالو ايوه سا سي لو بريزيدون فيدراسيون عبد الياسر فوتبول موريتاني لا شاء الله الناس يتبعوا ان شاء الله يمريتي شي ياسر ياسر من ديز انكوراجمون جي باسي ان بون مومون افيك فو تواتر جي بونس ا لا بروشين ان شاء الله.